نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا عن دراسة أعدها معهد جالوب الدولي أظهرت أن نسبة الإلحاد في المملكة العربية السعودية تتراوح بين 5 و9% من مجموع السكان. هذه النسبة هي الأكثر ارتفاعا مقارنة مع دول عربية، حتى مع تلك التي تعرف بميولها العلمانية. ويعتبر مراقبون هذه النسبة مفاجئة نظرا لطبيعة المجتمع السعودي المحافظة، مشيرين إلى أن أحد أسباب هذه الظاهرة التطبيق المتشدد لمبادئ الديانة الإسلامية والتربية الصارمة للأبناء، ما يولد ردود فعل عكسية. يذكر أن السلطات السعودية كانت قد أصدرت مراسيم تعتبر التشكيك بمبادئ الديانة الإسلامية والإلحاد إرهابا. للمتابعة مشاهدينا معنا من جدة أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية. سيد عشقي أهلا بك. أولا، يعني المملكة العربية السعودية تعتبر التشكيك بالإسلام بمبادئ الإسلام إرهابا، هذا في وضع قانوني. أولا برأيك في هذا الإطار، يعني هل تعتقد بأن المملكة تخشى أن يغير هذا النمط من التفكير المجتمع التقليدي السعودي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. طبعا هذه جاءت مع حزمة من طبعا الأوامر أو التعليمات وغير ذلك، وهذه الحزمة لابد أن تكون متوازنة، فجاء هذا التوازن في هذه العملية، ولكن لا أعتقد أنه يعتبر إرهابا، ولكن أعتبره تطرفا. طب الأسباب التي تحدث عنها المتابعون ومنهم أنت سيد عشقي تشير إلى قضايا عدة أبرزها التطبيق المتشدد للديانة الإسلامية وأيضا التربية الصارمة للأولاد، ما يولد ردود فعل عكسية، ماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل كان لها دور في تنمية هذا النمط من التفكير؟ يا سيدي، أولا كل مجتمع متدين لابد أن يظهر فيه تطرف، تطرف ذات اليمين وتطرف ذات الشمال. التطرف ذات اليمين هو التشدد والعنف والإرهاب وغير ذلك، والتطرف ذات الشمال هو عدم قبول الآخر والخروج على بعض التعليمات الدينية وغيرها والرفض. ولكن هذه سببها كما تفضلت أنت أنها عدة أسباب، لكن من أهم الأسباب هو التشدد فعلا، التربية الدينية الصارمة، الإكثار من الحرام وكل ما يفعل يقال حرام، الموسيقى حرام، كشف وجه المرأة حرام، النوم على الوجه حرام، هذه كلها بتستفز الشباب. ودائما الشباب له صبوة، يعني أحيانا يرفض الشيء الذي لا يمكن التعارف عليه ولا يمكن قبوله بالعقل، ولكن مع كل ذلك فهذه العملية جيدة في المجتمع أن يكون هناك حوار، ويجب أن لا تحارب هذه بالسيف ولكن تحاور بالكلمة والمنطق. طيب، يعني مجلس الشورى السعودي أيضا سيد عشقي في قضية يعني قريبة من هذا النمط أوصى بعدم السماح للرياضيات السعوديات بالمشاركة في بعض الفعاليات، أنت كيف تنظر كيف تنظر إلى هذه الممارسة؟ طالبهم طبعا بإنهاء هذه الممارسة. أنا أرى أنها نوع من التشدد، أنا أرى أنها نوع من التشدد أيضا الذي يفضي إلى طبعا الإلحاد والابتعاد عن الدين. أنور ماجد عشقي، رئيس مركز شرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية من جدة مباشرة، شكرا جزيلا لك.